انا ما يصحش كده. لا ده عرس نازل وكحيله العيل، توكل على الله مولانا بطاقتك يا ايه ده ايه يا دكتور، انت لسه خارج من الحضانه ولا ايه؟ بس انا عاجبني يونيفورم المدرسه ده قوي. اخس وليك نفس تضحك؟ في ايه يا دكتور؟ وضح. هي راحت؟ هي ايه اللي راحت؟ اختفت؟ ايه اللي اختفت؟ المروق. هي وقعت منك فين؟ هنا ولا فوق؟ ندور عليها عادي يعني. مبروك مجالكم. مش فاهم. سلافه. مالها؟ حبله. انت فرحان ولا زعلان؟ لا انا دهشان. روح دور ورايا خطيبه. تقصد مين؟ فارس؟ انت قلتها لوحدك مش انا اللي قلت. عندك حق، انا ادور عليها هي وخطيبها. انا اسف يا دكتور، انا اخرتك على الحضانه. تقدر تمشي انت دلوقتي. يخص. طب هي المروه وقعت منه فين؟ ندور عليها يا دكتور. اي على البحر كان ناس كتار تحت الشماس مضورين. مساء الخير. مساء النور. ايه عايز ايه؟ الواحد ما يعرفش يتمرجح بالمرجيحه شويه. في ايه يا عم؟ بالراحه، مالك؟ انا بقى عايز اعرف بس، في واحده بتتجوز هنا، في عروسه، في فرح. انت شكلك من قرايب العروسه. قريبها يا سيدي. قول ما تتكسفش. انا برضو قريبها. لا والله. ومن اني ناحيه بقى قريبها؟ انا اخوها في الطريق. نعم. ايوه اخوها في الطريق. على فكرة أنا جاي أنا وهي بالعربية بالمطار لحد هنا عشان أسلمها لعريسها. مطار؟ هي جابة طيارة؟ جابة طيارة طبعًا، أمال هتيجي في مركب ورق. هو تذكرة بكام النهاردة؟ أنا إيش عرفني يا سيدي؟ سيبك من التذكرة، بقى أنت بقى اللي جبتها من المطار وجوزتها، ها؟ أيوه أنا أقابلها فخر. وتعرفها منين أنت بقى عشان تجوزها؟ والله ما أعرفهاش، أنا بس لقيتها قلت أجيبها أوفر رصيد في الحلال. توفر رصيد في الحلال؟ هما اتجوزوا؟ لا لسه ما اتجوزوش، أنا قلت لهم عقد القرار ما يتعقدش ولا كتب الكتاب يتكتب إلا لما تيجي عشان تشهد على العقد. كمان عايزني أشهد على العقد؟ يا سيدي على الأبو اللي شهدك على العقد، مش عايز تشهد عنك ما شهدتي يا أخي. قول لي بقى هما في أوضة كام؟ يا سلام يا سلام، ولاد الناس برضو، شكلك عايز تطلع تبارك لها. بالظبط. 1019. اللي قول لي انا ما تعرفتش عليك زياده، انت قريبها منين؟ انا بقى يا سيدي جوزها. ها؟ جوزها. جوزها؟ جوزها؟ طبعا اذنك بقى عشان اروح ازحلق على الزحليقه بعد ما اتمرجحت على المرجحه. يا نهار اسود، جوزها. بقول لك ايه؟ ممكن تشوف لي طريقة أهرب بيها من الأوتيل ده؟ وتهرب ليه من الأوتيل؟ ما أنت آكل نايم شارب على حساب الأوتيل. أنا بره بعمل 5 6 جوازات في اليوم. يا راجل اقعد جوازات. إيه أنت شكلك حنوتي؟ أستاذ عادل أنا جاهز للطلاق، يلا كل شر حاجة. شر بره وبعيد. إيه يا مولانا؟ خلاص المية رجعت لمجاريها. ويلي ويلي إيه ومسترد إيه؟ ده تركب له من العاشر. في إيه يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ ما تطلق وتستهدى بالله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعوذ بالله منك يا جدع، أنت إيه؟ وحشتني قوي يا حبيبي. شفتي بقى قلتلنا الفقر والنحس كمان. اركن بقى. اسكت معلش، خدت الشر وراحت. وانت كمان تسكت، جايب لي واحده اتجوزها بعيالها وجوزها. يا باشا انا ايش عرفت يعني؟ وانا اتجوزت وضامن جنه. قاعدتي تتقطع. قميص هو اللي يتقطع. ساقتلكم جميعا. ليه؟ ساسجنكم جميعا واحدا واحدا. بس كل حلفائك هانوك يا ريتشارد. بس في ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مش المفروض يمشي؟ ما انا مش عارف يعني، ما يصحش برضه يمشي الراجل كده، يعني ناخده لحمه ونرميه عضم. هو احنا متجوزينه؟ يا ابني في ايه؟ في ايه؟ حضرتك مالك؟ في ايه؟ طلبت من هذا العدوي اكلا كي اكله. جاب لي حاجة شبهه كده، أعتقد إنها عدوي بالجبنة. سأقتلكم جميعا. سأسجنكم جميعا. أنت أكلته إيه؟ الله يخرب بيتك. ما أعرفش والله، هو طلب أكل صيني وأنا ما بفهمش في الأكل الصيني. طب معلش أنا الأوتيل هيعمل لك كومبلمنت. لا 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 أريد أكلا آخرا. لا 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 مش أكل، هعمل لك كومبلمون حلوة جدا. ولا شوربا آخرا. لا مش شرب، أنا عازمك يومين في الأوتيل. ها؟ عازمك يومين بس من غير أكل. في هذه الحالة من الممكن أن أفكر قليلا. شكرا رجالة، اتكلوا أنتوا على الله، نجاملكم في الأفراح. إذا كان هذا العرض ثاريا إذا معدتي ارتاحت. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه الأدب ده؟ يا ابني هو مش كان تعبان؟ لما ده صيني ده. ما بتكسرش. ايه؟ انت حتى بتضربني؟ وايه اللي كليمه اللي احنا فيها دي يا جماعه؟
مساء الخير. غلاب الحقني يا غلاب، النجدة الغوث لقد سرقت. انت كمان سرقت؟ سرق منك ايه؟ اتسرق مني عمري. عمرك؟ أيمين يعني اشيائي. اين اشيائي يا مستر فارس؟ اشيائك اللي هي ايه يعني؟ لا ادري، اننا في الصين نقول اين اشيائي. ظلمت الراجل، ظلمت الراجل. اتسرق منه عمره واشيائه. يا عم انت بتصدقه؟ ده بيحور عليه. لا انا لا احور، انا اتكلم بجد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دعيت عليكم بالصيني. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ضيعت نفسك اهو. ده عليك والدعوه الصيني بتنزل بضمان سنتين. شيل شيل. الف 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 سلامه، نورتنا شويه القطار دول يا عم سونج. قلبي معاك والله. الهي ما ترجع. شكرا يا صديقي، القلوب عند بعضها. انا عارف انك متضايق من مستر فارس عشان ما رضاش يمدلك الاقامه، بس انا والله ماليش ذنب. بقول لك ايه، ايدك بقى على التبس باليوان، انت لاقي حد مغفل يرضى يحوله لي. صديقي انت احسن مغفل عرفته في حياتي، لن انساك عندما اعود الى الصين. والان اذهب الى الجحيم تسحقك السلامه. يلا برا يا عم. بالراحه عليا شويه، وانا اللي مشيتك من الاوتيل. اتفضل اخويا شنطتك. شكرا، مع السلامه. تركم البلاء. الو، ايوه سعاده الباشا. لا فارس مشاني من الاوتيل يا باشا. ما تقلقش يا باشا، ما كشفنيش. اي نعم الباسبور اللي انت مديهولي بتاع واحد ميت، لكن هو ما فتحوش اساسا يا باشا. انا مالي، الله ما تقلقش. والنعمه باشا، احنا خسرنا معركه لكن ما خسرناش الحرب، وعلى راي ترامب الله يرحمه ساعود بشكل او باخر. سلامه سعاده الباشا، سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناك. شكرا يا فارس بيه. منور والله. الله يخليك، ده نورك. قالوا لي ده حضرتك خدت جوله في الاوتيل. فعلا اوتيل شيك ودمه خفيف. ولا البيتش بقى عندنا مش هتلاقيه في اي اوتيل في الغردقه. والله انا مستغرب، اوتيل زي ده وبيخسر. يخسر؟ مين اللي قالك كده؟ انا سمعت طراطيش كلام كده يعني. لا لا لا، اسمح لي بقى يا باشا، اللي قالك كده اكيد مش بيحبك. ياه للدرجه دي؟ واكتر، ده انت اللي تكسبه في سنه واحده اي اوتيل تاني ممكن يكسبه في 5 سنين. غريبه، امال انت عايز تبيعه ليه؟ يعني لدواعي امنيه. امنيه او روحيه يعني، انا عندي حاجات كده عايز اعملها بره. بص انا ما بفهمش غير لغه الارقام، هو بيكسب قد ايه؟ لا بص انا ما بحبش اقول الارقام لحد، لان انا بصراحه بخاف من الحسد. يا راجل قول، احنا اخوات. انا هعتبرك زي اخويا. انت بتتكلم في حته ال 100 مليون ياه. او اكتر شويه. 100 مليون ده طبعا قبل الضرايب. لا 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 لا، موضوع الضرايب ده ما تشغلش بالك بيه خالص. ازاي ازاي؟ انا ما بخافش الا من الضرايب. انا عندي واد محاسب قرد. قرد؟ وبيفهمك ازاي القرد ده؟ لا مش قصدي، انا قصدي يعني زي القرد في المحاسبه. تقصد ان هو بيقدم ارقام مش حقيقيه للضرايب؟ طبعا، عشان تكسب اكتر. طبعا، امال انا هنا ليه؟ يعني ايه مش فاهم حضرتك؟ امسك ده الكارت بتاعي هيفهمك. زهدي عبد الشكور من مصلحة الضرايب. أنا عايز الملفات كلها هنا قدامي immediately. خلينا من البيت. وقال إيه؟ بيستغفلني ويقول لي ابن لنا مبلغ الضرايب على حسابك. يا سلام. إيه ده؟ المية السخنة عندك تحفة. وإيه السخان ده يا جدع؟ شلال؟ إيه؟ أنت دخلت هنا إزاي؟ دخلت خلسة. انت بتستحمى عندي؟ اعمل ايه؟ الاوضه عندي ما فيهاش غير سرير ودولاب، هستحمى في الدولاب. وانا مالي؟ انا مالي؟ انت سرقت الماستر كارد. لا انا استحاله اكون حرامي، انا استنيت البنت لما دخلت تنظف ورحت داخل وراها على طول. يا سلام، ودي بقى مش سرقه. اعمل ايه؟ الغايه تبرر الوسيله. وانت غايتك ايه بقى؟ انا غايتي ان انت تدفع فلوس الضرايب، ابوس ايدك ادفعها وخلصني. وانت يا سلام بتستنصح عليا وعامل نفسك فاقد الذاكره، قال يعني هسيبك. لا لا، ما انا عملت فاقد الذاكره عشان البوليس يقبض على صبره. طب هتدفع فلوس الضرايب امتى؟ طب ما تزعلش ما تزعلش. بص انا هقول لك على حاجه، انا هدفع الضرايب بس واحده واحده، اديني جاي. يعني ايه واحده واحده؟ حته حته، وانا هجمعهم مثلا. طب لما اتجوز هبقى ادفع لك. تتجوز ايه؟ البنت اللي انت كنت هتتجوزها البوليس قبض عليها. يعني هو مفيش عروسه غيرها؟ لا والغريب بيتهموني انا في دمك. ما انت طلعت براءه يا عم اهو. بص قدامك 24 ساعه ما يخسوش دقيقه تجيب لي الفلوس كلها في ظرف ابيض كبير كده، وانا هجيب معايا 5 عشان نشيل الظرف الابيض، ما انا مش هشيله لوحدي. ماشي ماشي، بعدين ان شاء الله. ودلوقتي انت اتكل على الله، مع السلامه. مع السلامه. عايز حاجه؟ لا ابدا.
يا ريت لو حسبتين كرفس اكون شاكر. مش عايز عيش؟ لا لا انا عامل دايت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا قفتي اطلع بره. ما سيبهالي. اطلع بره. طب بص لنا كده ليه؟ ما تضغطوش عليا اكتر من كده، لو اخر بنت في العالم مش هتجوزها. انا فهمت. انت خايف من الرفض. مستر فارس. بعد ما خلص العصير ده عايز عصير برتقان ليموني عشان احتفل بالشيكات ديت. انت داير بقى في الاوتيل بالشيكات دي؟ فشر، ده انا داير في الغردقه كلها بشردك بالشيكات دي. فاضل يومين على ميعاد الشيك. حلو اليومين دول تكون اتجوزت ميرا. انت عرفت اسمها منين؟ ده الغردقه كلها عارفه يا راجل، ولا ايه؟ والله وهتبقى فضيحتك بجلاجل لو ما جوزتهاش بكره، ولا ايه؟ والله يليوي 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 يليوي، ده غير بقى ان الشيك هيطلع من الضرايب هوب على النيابه. وانت شغال ايه بقى؟ صبي مأمور؟ حق عليه انه بينصحك بدل ما تروح في الكلابوش. يا فندم يا فندم بس ادي لها فرصة. بص ده كده، بص 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 بص، شايف شكلها حلوة بالليل. تصدق والله فعلا حلوة بالليل. فعلا بالليل بتفتح، الصبح بتغمق معرفش ليه، بس اوعدك يوم الصباحية هتبقى قمر وزي الفل. هي مين دي؟ البنوتة ميرا. استأذن انا بقى. استنى بس، انت رايح فين؟ رايح الحق فريدة بدل ما تبوظ لنا الجوازة، ولا ايه؟ ولا عايز تقول له حاجه تاني؟ لا اتكل على الله يا مستر فارس. السلام عليكم. عايز ساعه وكده. يا غلاب انا قايل لك هات لي شويه قطن، جايب لي شويه قطن قاعده جنب الراجل. استنى ما انزل لك الحراره. استغفر الله العظيم. مش انا. لا مؤاخذه مش انا. طب اديها له عشان ينزل الحراره يا اخي. اقعد. حاضر. انت بتعمل ايه؟ انت بتحلق له؟ مش هنا مش هنا. ايه؟ مستر فارس تعالى لي بقى، انا عايز افهم، يعني انا موريش غيرك في الفندق ده مثلا؟ انا شغال في الفندق ده عشانك انت بس، يعني عشان اعالجك انت بس يعني؟ والله العظيم كنت اردت اصدق انك دكتور. مش وقت هزار دلوقتي. دكتور دكتور رفقا بالمريض، الراجل تعبان عالجه وبعد كده اطرده بره. معاك حق في دي مستر فارس. قلت لك 100 مره انت ما ينفعش تقعد على الشاطئ، انت ممنوع من الشاطئ. مين مين اللي عمل فيك العامله دي؟ استاذ غلاب في ايه؟ ايه المشكله ان انا قلت له اقعد على الشاطئ؟ يعني هيتسلك يعني ولا ايه؟ هو فعلا اتسلك. على فكره يا مستر غلاب انت كمان ممنوع من البسين. حاضر يا دكتور. دكتور دكتور الراجل مريض ولازم يتعالج عشان يورث ويدفع الضرايب اللي عليه. اعمل ايه دلوقتي؟ تسالني انا؟ عالجني. عالجك؟ لقيتها. ايه اللي لقيتها؟ معايا يا شباب يلا دواء من القلب بصفاء كده عالي قوي. يا رب يا رب مستر فارس يخف يا رب. يا رب مستر فارس يخف يا رب. ربنا ياخدك يا راجل. انت قلت لي ده دكتور ولا بيحل ولا بينيل. 12 في 9 بكام؟ ب 32. صح يا لئيم، ابتديت تذاكر صح. فارس انت زي الفل. يا فارس قوم يا فارس قوم قوم يا حبيبي. والله والله العظيم انت زي الفل. دي مناظر، ده شكل دكتور. يا راجل حرام عليك بقى. فعلا انا شايف. وانت تعال تعال انا بتاعت اللي بعمله. تعال اضرب لك جزرايه ولا خراب المطبخ. الجيش ده ايه البلاوي دي؟ يا الله يا اخي يا ساتر. فارس اقفل النور وخد الباب في ايدك والنبي، وسيب لي امجد عشان عايزه منبه يصحيني بعد نص ساعه. السباح العالمي بيقول اسيب نفسي الميه وهي اللي هتشيلني. يا جدي هو انت لو كنت علمتني السباحه كان زماني دلوقتي ما بغرقش في شبر ميه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا كان قلبي حاسس. حاسس حاسس بايه؟ انك هتكلم نفسك. ده انا بكلم جده يا انيل. مش فارقه. تفتكر هعرف اتعلم السباحه على كبر؟ تتعلمها على كبر او على مهلك انت لازم تتعلم عشان خاطر ميرا. زهدي ايه انا خايف اغرق. ما انت لو ما غرقتش في الميه هتغرق بسبب الشيكات اللي عليك ديت. ايه ده؟ هو انت لسه ما سلمتش الشيكات دي للمأموريه؟ لا ما سلمتهاش للمأموريه، انا قلت اخليها معايا عشان ازلك بيها. لا انا ما فيش اي حد يزلني غير الجواز. لا حول ولا قوه الا بالله. على راي اللي قال الحب زلها للرجال. جده جده انت اللي وداك عند جده. لا حول ولا قوه الا بالله. الواد فك مني خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انا طول عمري على فكره انا مبسوطه بيك قوي. انت بقالك لحد دلوقتي 46 دقيقه و15 ثانيه. بالنسبه لاول يوم رائع، وعشان اكون لطيفه معاك انا هخلي النهارده
ست ساعات بس. لا لا حرام عليكي، ست ساعات كمان حرام عليك. الفترة اللي فاتت دي كلها لا أكل ولا شرب ولا كلام. ده بس ما ينفعش تزوم بالشكل ده، وبعدين مفيش أكل خالص غير بعد التدريب. أنت عارف اليوجا دي بتعمل إيه؟ بتعلي ضغطك، تخلي الناس اللي أنت عايز منهم الضرايب اللي عليهم يدفعوها لك، كمان بتعلي حيويتك، حاجات كتير حلوة أوي. تعلي حيويتي؟ ده هتعلي لي الضغط يا أختي. هتعلي لي الضغط يا أختي؟ أنا جعان جعان. هنبدأ تاني. يلا. إيه ده؟ أكل أهو. بس أكل إيه؟ حرام عليك، هو في حاجة؟ مجنون. بس. أنت مجنون. أهي فاخدة أهي. حرام عليك. مفيش أكل غير بعد التمرين. حاضر. إيه ده في إيه؟ أنت عملت فيه إيه؟ عايز إيه؟ الحساب. 750 جنيه. نعم. ليه؟ عشان إيه إن شاء الله؟ الطلبات الإكسترا اللي حضرتك طلبتيها. أوكي. أوكي. بس أنا مش هدفع دلوقتي. لا. مادموزيل فريدة قالت لي الحساب قبل شيك أوت. يعني مش فاهم يعني ايه شيك اوت، بس هو انت لازم تحاسبي قبليه. انا مش هعمل تشيك اوت دلوقتي، انا لسه همد يومين. لا، مادموزيل فريده قالت لي مش هينفع تمدي عشان في ثلاث جروبات جايين. يعني ايه؟ هتطلعوني من اوضتي مثلا؟ مادموزيل فريده قالت لي واضح ان انت ومادموزيل فريده بتاعتك دي قدام قوي. يعني ايه؟ ايه الجديد يعني؟ الجديد ان انا خطيبه صاحب المطعم. خطيبته؟ مادموزيل فريده ما قالتليش. اكل يا يا سيدي سيب يا سيدي سيب ورحمك. انت مجنون انت. هو مالك ملح وفلفل؟ ملح وفلفل اتصرف يا حاجه. اكل يا عم. والله هيكون راح فين؟ بس هيكون راح فين؟ ايه ودي ايه ده باشا؟ انا بشبه على اللابتوب ده. اللابتوب ده بتاعك؟ لا بتاعك انت. بتاعنا؟ يا حرامي. يعني انت دخلت مكتبي وخدت اللاب من ورايا وقعدت تشرب عصير. بتشرب عصير؟ انا هفهمك. كمان ايه؟ وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ اقعد بقى. ده انت حرامي. اقعد هفهمك. يا حرامي. مش حرامي لا. انا هفهمك والله، بس وطي صوتك. دي سرقه بيضه. انا اعرف ان في كدبه بيضه، انما سرقه بيضه دي جديده. ما انا هفهمك. انت فاكرني ابن ناس؟ لا. ده انا مقطع بطاقتي. انا ماشي بكارنيه النادي. فهمني يا سيدي. فهمني. صدقني المصلحه واحده. مصلحه واحده ازاي؟ هات الباسورد. كمان انت بجح يا ابني. ليه؟ يعني واخد اللابتوب وعايز الباسورد؟ وطي صوتك. افضحك يا سيدي؟ ما تفضحنيش. بقول لك المصلحه واحده. انت لو هديت عليا هفهمك والله. فهمني. هقول لك انا عايز الباسورد ليه؟ ليه؟ عشان افتح اللاب توب ده. ليه؟ ليه؟ عشان اجيب بيانات ميرة. ليه؟ ليه؟ عشان اجوزها فارس. ليه؟ ليه؟ عشان انت تتجوز فريدة. قرشت بقى؟ فريدة. هات الباسورد. فريدة. ماشي خلاص، هات الباسورد الاول. فريدة. ايوه، ما هو لازم حاجة قبل حاجة. هات الباسورد يا حبيبي. الباسورد فريدة. الباسورد فريدة. ايوه. طب لعلمك انا فكرت فيه بس قلت ده بعيد. لا لا قريب قريب قوي. اكتب اكتب فريدة. حاضر يا سيدي. هات ورقة وقلم. ورقة وقلم ايه؟ انت هتكتب على الكيبورد. صحيح. اكتب فريدة. ايوه صح. فتح؟ لا ما فتحش. طب جرب تاني. فريدة. فتح؟ لا لسه. انت بتكتبها ازاي؟ بالعربي. يعني واحد واقف في الريسبشن زيي وبيتكلم لغات هيكتبها بالعربي؟ اكيد كتبها بالانجليزي. ولا بالانجليزي بقى وعلامه. ماشي يا سيدي. بسم الله. ام ام ايه؟ ام ام ايه وليله ايه؟ فريده بالاف. لا 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 لا، انا عامل تمويه عشان كله عارف ان انا بحب فريده، فاكيد حاجه في فريده، فانا كاتب ام فريده. ولا ما دام فريدة. قريلي. ده باعتبار المستقبل يعني. قريلي. حاضر يا زيزو. اكتب اكتب. ام فريدة. ام فريدة. فتح. ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ اللابتوب بيقول لي ان هي ماشية النهاردة. لا لا لا، قول له ان مستر غلاب قال لي ان هو اقنعها تقعد يومين عشان تقابل مستر